متابعي قناة أشواق تي في الإلكترونية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نستضيف في هذا اليوم الأخ عمر ليعرفنا بمنارة الشرف التي توجد بمدينة طنجة، وأيضا ليعرفنا عن عدة منارات أخرى هنا بالمدينة. أيضا سيعرفنا عن الدور التي تقوم به هذه المنارات، ثم عن هذه البنايات التي بنيت كحاجز بين المنارة والبحر. هل تؤدي المنارة حتى لهذا اليوم واجبها كما هو؟ للتذكير أنها منارة بنيت سنة 1913، أي أنها أصبحت بمثابة ذكرى تاريخية. سنعرف هذا والمزيد المزيد مع الأخ عمر إن شاء الله. أخي عمر مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا بك. الاسم ديالي عمر أخيط، مسؤول على منارة الشرف بمدينة طنجة. هذه المنارة هذه كتوجد بحي الشرف اللي هو من بين أقدم وأعرق الأحياء بمدينة طنجة، وهذه المنارة هذه تم بناؤها سنة 1913 من بعد الحماية سنة 1912 اللي تعقدت مع المغرب مع إبان يعني الاستعمار اللي توافد على المملكة. دونك يعني هذه المنارة هذه كتأدي واحد الدور مهم، وبالنسبة للتشويق البحري بالاضافه الى يعني القرب ديالها الميناء طنجة المدينه السياحي الجديد. كاينه غير هي هذه المناره هذه في المدينه ولا كاين منارات اخرى؟ فيما يخص هذه المناره فهناك يعني فيما يخص المنارات فهناك يعني اربع منارات بمدينه طنجة. هناك منارات الدليا يعني كابسيرس كتسمى هذيك، ايضا بالاضافه الى ذلك هناك منارات مالابطا المتواجده يعني قرب يعني في اتجاه يعني هذه المنارة هذه. بالإضافة إلى ذلك هناك هذه المنارات منارة الشرف، أيضا هناك منارات يعني كابسبارتيل اللي هي غنية عن التعريف واللي هي من بين أقدم المنارات على الصعيد العالمي، بحيث تم بناؤها ذيك المنارة 1864، وهذه المنارات كلها بقي لحد اليوم يعني تشتغل بشكل دوري. فعلا رغم هذه التكنولوجيا المتطوره اللي كترشد السفن البحريه بمدينه طنجة من ادوات متطوره، الا ان هذه المنارات مازال تؤدي الدور الرئيسي كباقي المنارات العالميه. ملي كنتكلموا على منارات فرنسيه او منارات انجليزيه، ايضا في المملكه المغربيه هناك 39 مناره، ومن بينهم يعني كيؤديوا هذه المنارات دور مهم في تشويق ورصو السفن البحريه. بالنسبه للقطاع المشرف على هذه المنارات فهي قطاع وزاره التجهيز والماء، المديريه ديال الموانئ والملك العمومي البحري هو القطاع الوصي على هذه المنارات البحريه، بالاضافه الى شركاء يعني ممثلين في الملكيه البحريه، وايضا القبطانيه ديال الموانئ. بالنسبه لهذا المشكل هذا يعني هو كيبقى مشكل نوعا ما في جميع القطاعات، يعني كيبقى معاناه، الا ان الحمد لله في هذه المملكه المغربيه تحت الاشراف والرعايه ديال صاحب الجلاله نصره الله هناك التفاته لهذه المنارات ان شاء الله، وخصوصا في هذه السنه الجاريه ديال سنه 2022 كاينه واحد التفاته مولويه ديال صاحب الجلاله، وهو اصلاح جميع هذه المنارات وترميمها لتكون في ابهى حله. ما شاء الله. خي عمر بالنسبه للبنايات اللي كنشوفوها هنا مقابل الشاشه اش معايا، هذه البنايات هذه اللي تبنات مقابل المناره واش ما كتشكلش عليكم شي خطر؟ بالنسبه واش ما كتشكلش عليكم عائق باش تدير المناره الواجب ديالك؟ بالنسبه لهذه البنايات هذه على حسب التقرير الصادر الاخير عن يعني الملكيه البحريه، فهاد البنايات هذه او العمارات السكنيه فيبلغ مدى علوها على مستوى سطح البحر علو ديال 880 متر. بالنسبه لهاد المناره هذه
كنا على حسب تقرير الصادر من هذا القطاع الوصي ديال الملكيه البحريه، فالمناره تبلغ يعني علوها 120 مترا، يعني كاين واحد المسافه يعني اللي كتخلي البواخر والسفن والقوارب التي تمر من هذا المضيق ديال جبل طارق. الوزاره قامت يعني بهذا يعني الوزاره قامت بهذا باخذ عين الاعتبار بهذا المشكل هذا، وقررت يعني ان شاء الله في القريب العاجل في حاله ما اذا هناك وقع يعني نوع من هذا المشاكل هذا، الوزاره تقرر يعني ترفع العلو ديال هذه البنايه هذه وترفع يعني في في في, في المستوى ديالها على مستوى سطح البحر. نفس هذه المنارات العتيقه بطبيعه الحال هناك يعني الجاره الاسبانيه الشقيقه، بالنسبه للقرب ديال الجغرافي ديال هذه المدينه ديال طنجه، بالنسبه للقرب ديالها هناك يعني مدينتين قريبتين من الجاره يعني الاسبانيه، كاينه مدينه طريفه وكاينه مدينه كاديس، لديهم يعني منارات، مثل نذكر بعض الاسماء منها، كاينه منارات بالوما، منارات يعني يعني كاديس، منارات طريفة، بالإضافة إلى منارات يعني ثانوية وهي تقوم يعني بنفس الدور. آخر رسالة تقدر توجهها سواء للمتابعين سواء للمسؤولين على منارة المغرب، شو تقدر تقول؟ رسالة موجهة للمسؤولين الصاهرين على يعني هذا القطاع وهي وزارة التجهيز والماء، بحيث يعني تعطي واحد الاهتمام من هذه المنارات البحرية وتحسن من المستوى ديال العاملين بها وترفع المعنويات ديال الاطر والمستخدمين. اسمح لي نقاطعك بما انك هضرت على العاملين، واش نتوما راضيين على مثلا الواجب الشهري اللي كتاخذوا وعلى العمل مع كمسيرين لهذه المنارة؟ واش غادي نقول لك بالنسبه لهذا الموضوع هذا، فبعض الاطر يعني في هذه الوزاره هذه يعني كيقوموا اكثر من الواجب، بحيث هاد الاطر اللي كيخدموا بهذه المنارات هذه المسؤولين على المنارات وحراس ديال المنارات فيهم تقنيين، فيهم ناس يعني ذو مستوى وذو كفاءه عاليه، يعني كيقوموا بواحد المجهود يعني يعني مجهود كبير، بحيث بالفعل هناك يعني اللي كيخدم بهاد يعني بهاد المناره هذه كيخدم 24 ساعه على 24 ساعه، يعني كيعيش فيها وصافي طبيعه الحال، يعني في كل مناره في المملكه المغربيه الا وكيكون يعني المستخدم او يعني مسؤول على ديك المناره فهو كيكون عنده سكن داخل ديك المناره. والله حتى انت نفس الشيء بطبيعه الحال. يعني شكرا جزيلا لانك عطيتنا بزاف معلومات تاريخيه. مرحبا. مرحبا سيدي. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.